بيوصفوا المرارة دي إن هي سم للنفس. الواحد ممكن يسمم الجسد بمادة كيماوية، لكن النفس بتتسمم بالمرارة والعدم الغفران والجيء والغيظ ده. ده يسمم العيشة ويسمم النفس. فالواحد لما ما بيغفرش هو بيأذي نفسيته هو. يعني دي نتيجة عدم الغفران. بيصير عنده مرارة. أيوة. نفسيته تتعب. انت سميتها سم. سم النفس. ده مش أنا. ده حتى كل بتوع المعشورة برا كمان بيسموها سم النفس. لأنها بتأثر على كل حاجة. زيها زي المرارة الطبيعية. المرارة اللي في الجسم. تبان على الجلد وتبان في العين وتبان في البول وتبان في الدم. بتخش في كل حتة. عشان كده حتى الإنجيل سمى المرارة والنفس سموها مرارة. ليه؟ بتدخل في كل حاجة هي نفسيا وجسديا. العبرانيين بيقول لا يطلع أصل مرارة ينجس كسري. فيتنجس الجسد. تدي بمضايقة وعن تبقى غيظ. تقلب. خزن الغضب. وبعدين يقلب الجسم يتعب والنفس تتعب والروح تتعب. اختزان الغضب يحاول إلى مرارة. لمصلحة مين؟ إحنا اللي بنتعب. يعني احنا فاكرين ان انا لما امسك عدم الغفران كده هأذي التاني. لا، ده انا اللي بتأذي. فربنا خايف عليا. هو في صفي لما يقول لي سامحي. هو في صفي مش ضدي. هو مش جاي مع المسيء. هو جاي في صف انا عشان انا اللي هتعب وكمان عيالي يتعبوا لاني بربي بالمرارة وبزعق في العيال اطلع فيهم المرارة وبعلمهم المرارة. ما تكلموش ده. ما تردوش على ده. خصموا دول. طب ما أنا نقلت ورثت